السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة قلت أخذ حضراتكم كده في جولة في البلكونة وأوريكم إزاي أنا بتعامل مع العصافير من الصبح لغاية آخر النهار. أنا المرة التامنة ديت بعيد الفيديو بسبب العربيات في الشارع، الصوت العالي، تمام، يا إما المساحة على الموبايل تلاقي مرة واحدة الفيديو قفل مش مكفي. فأنا الحظ بقى ربنا يستر. دلوقتي زي ما انتم حضرتكم شايفين كده، اول حاجه بعملها ان انا بقوم الصبح بدري الساعه 7 الصبح او 7 ونص. اول حاجه بعملها ان انا بشيل الدرج انضفه، تمام، وبعدين ابدا احطه تاني. بدخل على الاكل الجاف زي ما حضرتكم شايفين، انا بحطه في طاجن، ما بحطش في الاكاله اللي هي ديت. الاكاله ديت لو انا حطيت فيها الاكل، هي طبعا اول حاجه ما بجيبها من السوق على طول في سنتين هنا كده اهو بيتكسروا، هما اتكسروا خلاص. اما اجي احطها ازاي مش هتتعلق، يعني دي ما بتتعلقش اهي. لما اجي احطها اهي وحطيت فيها الاكل، ابص الاقي على طول اول ما يقفوا عليها تروح ايه، تروح مقلوبه كده، فما ينفعش. فدي كده خلاص، شكرا. بعمل بقى ايه، انا بجيب الطواجن دي برده موجوده في السوق منتشره جدا. ميزتها بقى ان الانتايه بتقف جواها والدكر بيقف عليها ويلقحها، دي جميله قوي في كده، تمام. بحط الاكل الجاف، ادي معلقتين كبار بس، يعني ما كترش، مش عاملها بقى اكل، لا هما معلقتين كبار بس، تمام. وبعدين احط الاكل، اطمن ان الميه نظيفه وكل حاجه، ابدا احط الميه بتاعتهم، ماشي. احط لهم سيبيا زي ما حضراتكم شايفين كده، بحط في كل قفص سيبيا. طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده القفص ده فاضي خالص اهو. ليه فاضي؟ ليه؟ لان هو الرز كده، ده هنا ده فيه رز، طبعا الرز على طول بيختفي، تلاقي على طول قاعد جوه العيش، بيرش حاجه اسمها العيش. طيب كذلك الفيشر نفس الكلام اهو، الفيشر نفس الكلام زي الروز. طيب وادي عندي دي برضه هنا روز اهي جوه في العيش، ايه دكرها طار، فتح الباب وخد بعضه وطار. حبيت انزل ابيعها في السوق واحلف لهم انها بيضه، مفيش فايده. ليه؟ عشان خاطر فيها ضفر طاير من رجلها، فبيعتبروه عيب، فطبعا قال لك لا ما هي كده ما بتبتش ومش شغاله، احلف لهم انها شغاله مفيش فايده. الحمد لله. المهم بعدها بحط الاكل الجاف، ادخل لهم بقى على الساعه 12 او 1، ابدا اشيل الاكل الجاف من قدامهم، اشيل الاكل الجاف واحط في نفس الطاجن، بفضيه واحط في نفس الطاجن قمح مبلول، تمام. بعد احط القمح المبلول اسيبه قدامهم لغايه الساعه 5 4 ونص 5. ادخل بقى بعد كده اعمل ايه، اشيل الاكل اللي هو القمح المبلول، لازم اشيله من قدامهم، ما ينفعش يباتوا بيه، عشان خاطر لو هم ما اكلوهوش، في عصافير ما بتاكلوش، تبص اكلوا حبه منه وسابوا الباقي، فطبعا هيخمر هيبوظ، هيقوموا النوم الصبح مش هيلاقوا قدامهم الا هو، هيبدا ياكلوا منه، هنا بقى يبدا يجي الاسهال. فانا بعمل ايه، انا بشيله من المغربيه كده، اشيله وابدا احط اكل جاف تاني، ابدا احط لهم الاكل الجاف، يعني لازم يباتوا بالاكل الجاف. ليه؟ عشان اول ما يقوموا